هي عملية انها ما عندها مشكلة. وانت ليش انت لانك في العمل هذا من كذي، انا دائما اسمع الحرمة، لا ما ارضى ان ريلي ياخذ علي، انا اطلق منه، انا كذي. فانت الواقع تقول الحريم قاعد يخطبون حق ريايلهم. انا لو ما مرت علي الحالات استاذ محمد ويوميا قاعد يقول ويوميا، لا ما هو يوميا عاد بصفه مستمره، وانما اقول لك لو ما تمر علي الحالات هذه وتجيني اتصالات من الكويت ومن برا الكويت، من وين يجيب الغرار؟ اغرب الحالات اغرب الحالات يعني اقرب حاله عندي مرت علي، وهذه من دوله من دول مجلس التعاون من عندنا، زين يا لي اتصال من عندهم قالت ابو محمد انت كم تاخذ؟ قلت كذا. قالت الاتعاب كلها، قلت مبلغ كذا. كانت تقول خذهم مرتين والمقدم اخذه كل وهذا، ودز لي رقم حسابك مباشر، انا راح ادز لك الكويت، ومواصفات زوجي رتبته كذا كذا واوصافه كذا وكذا، وابي بشرط بس حددت من مثل ما تقول عائلتين من دول مجلس التعاون او من بلدهم او حتى من عندنا من الكويت، زين شرط ان تكون زوجه ثانيه، وانا يا زوجته اطير بالطائره وهي عندكم بالكويت وخطبها.